mamá <music> أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية مرحلة الأعدادية الصف الأول الأعدادي النهاردة هندرس مع بعض أول فصل من فصول القصة المكررة عليكم لهذا العام وهي بعنوان عقبة ابن نافع أه هنتعرف مع بعض على أول فصل وهو بعنوان بطوله مبكره هنعرف فيه كل حاجه من خلال الشخصيات مين الشخصيات اللي اللي هتبقى معانا في القصه دي احداث اول فصل تعالوا نبدا مع بعض دلوقتي ونشوف سوا طبعا اعزائي الطلبه كلنا معانا قصه عقبة ابن نافع فتقدر وانت قاعد تقرا الفصل كويس قوي وتعرف كل احداثه لكن هنا هنشوف مع بعض ان الملخص بلورناه في بعض النقاط او الفكره الرئيسه المهمه اللي دار حولها الفصل الاول اللي بعنوان بطوله مبكره اول فكره معايا ولد عقبه في بيئه صحراويه في البيئة التي ينشأ فيها الرجال أشداء أقوياء على أرض مكة التي يصنع, في يصنع أهلها البطولات فكان لذلك أثره في تكوينه النقطة الثانية كان أبوه من أشراف مكة السابقين إلى الإسلام وقد سماه عقبة تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الشجعان ثالث نقطة معايا سمع عقبة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتحاشي أذى المشركين، وكانت أول, أول الكلمات التي طرقت سمع عقبة وهو صغير الجهاد الغزو الفتح. رابع نقطة معايا اعتقد عمرو بن العاص أن عقبة سيكون بطلا من أبطال الإسلام لأنه يجيد المبارزة. وهو صغير، خامس نقطة وآخر نقطة معايا بتقول: لم يكن إعجاب عمرو بعقبة لقرابته ولكن لثقته وقدرته الحربية ومهارته فيها ودوره الملحوظ في الفتحين العظيمين فتح الشام وفتح مصر. وبعد ما تعرفنا أعزائي الطلبة على أهم الفكر الرئيسة التي يدور حولها الفصل الأول بعنوان بطولة مبكرة تعالوا نتعرف مع بعض على أهم الأسئلة اللي دارت في هذا الفصل والتي يجب مناقشتها للتعرف على إجابتها بالتفصيل السؤال الأول بيقول أين ولد عقبة وما اسم أبيه؟ هنقول ولد عقبة في مكة المكرمة وأبوه هو نافع بن عبد القيس الفهري هو ابن نافع بن عبد القيس الفهري احد اشراف مكه وابطالها السؤال الثاني ما مميزات البيئه التي نشا فيها عقبه هنقول نشا عقبه في البيئه التي ينشا فيها الرجال اشداء اقوياء وفي المجتمع الذي يعتز الذي لا يعتز الا بالفتوه والجراه والاقدام وعلى ارض يقتحم أهلها المخاطر ويصنعون البطولات السؤال الثالث معايا لماذا سمي عقبة بهذا الاسم هنقول سماه والده عقبة تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء السؤال الرابع معايا أعزائي الطلبة كيف كان الحال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقت ولادة عقبة؟ هنقول كان الصراع علي أشده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش السؤال الخامس كم كان عمر عقبة عند الهجرة؟ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هنقول كان عمره سنة واحدة كان عمره سنة واحدة السؤال السادس لماذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه السؤال هنا ليه سببين هنقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه واحد ليتحاشى اذى المشركين اثنين ليفتح صفحات جديده للاسلام في اراضي الجزيره العربيه سؤال رقم سبعة: ما أول الكلمات التي طرقت أذن عقبة وهو صغير؟ هنقول: الكلمات التي طرقت أذن عقبة هي: الجهاد، الغزو، الفتح. سؤال رقم تمانية: أعزائي الطلبة، ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة يوم الفتح؟ وعلى ما يدل؟ هنرد ونقول: إجابة السؤال رقم 8 ببساطة جدا أن تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع خصومه وده كان موقف نبيل من الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على كده أن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وإن دل على شيء أعزاء الطلبة يدل على تسامحه وأخلاقه الكريمة سؤال رقم 9 ما صلة القرابة بين عقبة وعمر ابن العاص احسنتم كان عقبه ابن خاله عمرو ابن العاص سؤال رقم عشرة مع بعض أعزائي الطلبة بيقول نما عقبة وحب الجهاد يجري في عروقه وضح مبينا من الذي أعانه على إشباع هذه الرغبة وكيف هنقول أحب عقبة الجهاد وأحب أن يكون من أبطال المبارزة وكان عقبة يلتقي بعمر بن العاص ويسمع منه قصص البطولة حتى أسند إليه عمرو بن العاص فتح الشام فجعل عقبه في مقدمه الجيش سؤال رقم 11 بيقول ما ثمرت تربيه عمرو بن العاص لعقبه وده اخر سؤال معنا في الفصل الاول هنقول في فتح الشام اظهر عقبه مهاره خارقه على اقتحام صفوف الاعداء والنيل منهم طب بالنسبه لفتح مصر هنقول وفي فتح مصر كان له دور ملحوظ في فتح مصر برغم ان عدد الجيش كان ضئيلا وبكده نكون اعزائي الطلبه والطالبات انهينا مع بعض الفصل الاول من خلال بعض النقاط او الفكر الرئيسه التي تدور حول هذا الفصل وكمان ناقشنا مع بعض اهم الاسئله الخاصه بهذا الفصل ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه في فصل جديد من فصول قصة عقبة ابن نافع اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.